لاحظ البشر أنه إذا كان لديك جسم يتحرك، إذا كان هذا الجسم المتحرك يتحرك باتجاه اليمين، فيبدو أنه سيتوقف وحده بدون قوة خارجية، حتى لو لم تفعل شيئا لهذا الجسم سوف يتوقف، سيعود للسكون. ومن جهة أخرى، لو أردت لجسم أن يستمر في الحركة عليك تطبيق قوة عليه، وفي تجاربنا المستمرة لم نرى جسما يتحرك بصورة مستمرة أبدية بدون تأثير أحد عليه، يبدو وكأن شيئا ما سيوقفه، ولذلك فإنه لمعظم تاريخ البشرية، ربما في التاريخ القديم، طبعا نحن نعرف علماء الإغريق حتى عام 1600، حتى عام 1600 ولمدة 2000 عام، كان الافتراض أن للأجسام ميل طبيعي للتوقف، الأجسام لها ميل للعودة لوضعها الطبيعي أو للتوقف. Objects have a tendency to stop. ولو أردتها أن تستمر بالحركة، if you want to keep them moving, to keep them moving، عليك تطبيق قوة محصلة من نوع ما عليها، apply force. مرة أخرى، هذا يتفق تماما مع تجاربنا المستمرة، وهو ما نختبره جميعا في حياتنا دائما، حتى ظهر هؤلاء الثلاثة في عام 1600، وقد تتفاجأ لرؤية هؤلاء الثلاثة رجال هنا، لأن هذا الفيديو يتحدث عن قانون نيوتن الأول، وبالطبع واحد من هؤلاء الرجال هو السيد إسحاق نيوتن، هذا هو نيوتن، وهؤلاء الاثنين يستحقون ما يستحق نيوتن، لأنهم وصفوا تماما ماذا يعني قانون نيوتن الأول، وكان ذلك قبل نيوتن، هذا غاليليو غالي، وهذا ريني ديكارت، وهم وصفوا القانون بطرق مختلفة، وأخذ نيوتن فخر هذا القانون لأنه استطاع وضعه بإطار أوسع مع قوانينه الأخرى وقانون الجاذبية، والذي كان أساس الميكانيكا التقليدية، والذي كان قادرا على توصيف على الأقل حتى القرن العشرين كيف تسير وتعمل حقيقة الأشياء، كما أن نظرتهم النافذة لم تكن بديهية في ذلك الوقت. والآن نتحدث عن عام 1600، حيث يقول هؤلاء الرجال الثلاثة يمكن أن يكون الأمر مختلفا، ربما كانت الأجسام لديها ميل لحفظ سرعتها مقدارا واتجاها. Objects have tendency to maintain their velocity. To maintain velocity. فإذا كان مقدار السرعة صفرا، فإن الجسم سيحتفظ على حالة السكون إلا إذا أثرت عليه قوة محصلة، unless acted on by unbalanced force. By unbalanced force. وهي طريقة مغايرة تماما لتفكير السابق الذي استمر لألفي عام، أن الأجسام لديها ميل للتوقف بنفسها، إذا أردتها أن تستمر، يقول هؤلاء، إن الأجسام لديها ميل لحفظ حركتها للأبد، والطريقة الوحيدة لإيقافها إذا أثرت عليها فقمت بتغيير تسارعها أو سرعتها مقدارا أو اتجاها. حدث ذلك إذا أثرت بقوة عليها بقوة محصلة، ولكن ربما ستقول ما الذي يجري هنا؟ لقد قلت ذلك، لقد قلت لمعظم تاريخ البشرية بما فيه تاريخي أنا، هذا ما لاحظته، كيف يقول هؤلاء أن الجسم لديه ميل للحركة للأبد، هذا يبدو قد انهار مع رؤيتهم الثاقبة. حسنا، ربما هذه الأجسام لديها نزعة بنفسها للتوقف، ولكن بسبب تفاعلها مع البيئة المحيطة بها تنشأ قوة مضادة لحركتها، لذلك فبينما تعتقد أنك تركت الجسم يتحرك، فعليا هناك قوة محصلة تحاول التأثير عليه ليتوقف. وفي هذا المثال تحديدا هنا، فإن القوة المحصلة هي قوة الاحتكاك.
إنها تنتج من تفاعل الجسم مع الأرض. لذلك عندما تعتقد أنك تركت الجسم وحده، هناك قوة محصلة تؤثر عليه باتجاه معاكس لحركته، وهي قوة الاحتكاك. هؤلاء لاحظوا ذلك لأنهم قالوا إذا كانت خاصية أساسية في الجسم بغض النظر عن البنية، فإنه يجب دوما أن يتوقف بطريقة مشابهة. ولكنهم لاحظوا أنك إذا قمت بجعل السطح أقل خشونة أي أملس، فإن الجسم سيتحرك أبعد فأبعد. ربما إذا ألغيت الاحتكاك، إذا جعلت السطح أملس تماما، فإن الجسم سيتحرك للأبد. ولم يكن لديهم رفاهية إطلاق الأقمار الصناعية واختبار ذلك في الفضاء، لذلك كان الأمر غير بديهيا للوصول لذلك في ذلك الوقت من خلال هذا. ربما تقول: وماذا بشأن هذا الأمر؟ ماذا يحدث عندما تؤثر عليها بقوة؟ لأنه في حياتي اليومية إذا أردت إزاحة منطقة التلفاز عبر الغرفة، فإني أؤثر بقوة عليها. وما سيقوله لك هؤلاء: كل ما كنت تقوم به إذا كنت تحافظ على سرعة التلفاز ثابتة، فإن ما فعلته إنك أثرت بقوة محصلة معاكسة للقوة المحصلة المعاكسة لقوتك. فإذا كان هذا هو التلفاز الذي تسحبه عبر السجادة، وهذه هي قوة الاحتكاك المعاكسة لحركة الجسم، فأنت تقوم فعليا بمعادلتها عندما تقوم بدفعه. فإذا عادلت ذلك، فإنك تستطيع أن تحافظ على سرعته ثابتة. وإذا أردت أن تجعله يتسارع، عليك أن تقوم بتأثير بقوة أكبر في اتجاه الحركة.